صراحة استحضارا لهذا اليوم العالمي، فكانت لجميع الممرضين وتقني الصحة بالمغرب محطات نضالية، محطات علمية بمناسبة هذا اليوم. فلأزيد من 5 سنوات ونحن نحتفل بهذا اليوم بطابع احتجاجي نظرا للمطالب الآنية التي تعرفها مهنة التمريض، سواء من حيث واقع المزاولة أو حيث كذلك من إكراهات القانونية المرتبطة بها وما يرتبط بها كذلك من جانب اجتماعي مادي، جانب إداري وجانب قانوني. إلا أنه منذ شهر فبراير وبعد وصول جائحة كوفيد إلى أعتاب الوطن وتسجيل أول حالة في شهر مارس، ارتاء الممرضون المغاربة وتقنية الصحة بالمغرب تأجيل وجميع الأشكال الاحتجاجية والمطالبة بالحقوق المرتبطة بها إلى غاية مرور هذه الجائحة، وانخرطوا بشكل فعلي في أداء واجب الوطني والإنساني خدمة للوطن والمواطنين. في هذا الإطار فهذا الفريق الصحي المرابط في هذه الوحدة، فنحن مرابطون لأزيد من شهر ونصف بعيدا عن الأهل والأقارب، بعيدا عن الحياة العادية وكذا، حتى الحياة التي يزاولها المواطن المغاربة حاليا فنحن بعيدون عنها. فنحن في حجر صحي، نحن والمرضى داخل هذه الوحدة الاستشفائية لا نغادرها، ذلك لإعطاء أكبر عناية وخدمات في جودة عالية بالنسبة للمرضى. مشاعر متناقضة تختلجنا، مشاعر الفخر والاعتزاز، مشاعر الشوق، لكن تبقى السمة الغالبة هي مشاعر الاعتزاز في أداء الواجب الوطني والإنساني. بالنسبة لليوم العالمي للممرض اللي كيصادف 12 من كل سنة، يعني ألفنا يعني دائبنا يعني كنحتفلوا به على وقع الاحتجاجات بالرباط. 12 مايو ديما كانت كتكون عندنا مسيرة حشيدة بالرباط. هذا العام بالظرف استثنائية حنا كندوزو على يعني تخلينا جميع احتجاجات ديالنا اللي كانت مسطرة قبل باش نلبيو نداء الوطن ولداء الإنسانية، باش نديو الواجب الإنساني والمهني ديالنا. وكما كتشوفوا حنا دابا متواجدين حنا بهاد الوحدة استشفائية بهاد الفندق، كنتكفلوا بمرضى كوفيد 19. اللي خصو يعرفوا الناس ان 80% من الخدمات الصحيه المقدمه كيقوموا بها ممرضين، ولكن هذه الفئه عانت التهميش والاقصاء لسنوات يعني منذ الاستقلال. وكما كيعرف الجميع مازال ما عندناش واحد مصنف كفاءات. ممرض مغربي مازال ما كيعرفش شنو المهام، شنو خصو يدير، شنو ما خصوش يدير. دونك علما ان 80 يعني هنا كتشوف ان 80% الخدمات المقدمه منظومه صحيه كتقوم بها الممرض وقانون ما عندوش. دونك من بين المطالب ديالنا خصنا مصنف كفاءات، خصنا قانون منظم للمهنه ديالنا، خصنا انصاف تعويض اخطار مهنيه. لعل دابا الناس راه عرفوا ان الدور ديال الممرض المغربي خلال هذه الجائحه، وحنايا هادشي كنا كنقوموا به قبل، ماشي قبل يعني قبل هذه الجائحه هذه، غير في الجائحه يعني تسلط الضوء على الناس ديال المهنيين الصحه بشكل عام. يعني عاد الناس عاد بداو كيعرفوا الدور اللي كيقوموا به يعني الاطر الصحيه بجميع الفئات ديالهم وخاصه الممرضين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.